القرار اللي عمله سيادة الرئيس رئيس الجماهيرية الجمهورية الشعبية الجزائرية أحلى قرار ويبرد على القلب. الله يرحم والديه وربي يطول في أنفسه. والشعب الجزائري رانا خيوة، نحن مانيش ما تقولوش هما توانسة ولا جزيرية ولا، نحن رانا ما كيف كيف كي احنا. وشوف باش نحكي حاجة أخرى باش نعطي كل واحد حقه، الجزائر برجالها من سيادة الرئيس العوان الديوان جماعة الدرك جماعة الشرطة جماعة الحرس الحدودي. عرفت أنا بصراحة تو قبل الكورونا كنت نجي، من بعد الكورونا قصيت شوية ما جيتش، أما تو فريمو اسمعني تعرف من الأخر الله يرحم والديكم فرد فرد صح مرة. وباللي نجم نشكر ما نجمش، عمري لا شكرت حتى قبل عمري لا شكرت، أما تو سيادة الرئيس ربي يطول في عمر وربي وزاد ربي برجالها الجزائر. تحية الجزائر، تحية تونس، ونحن رانا شعب واحد. أحمد إبراهيم الغنوشي من صفاقس، تونسي الجنسية، نمشي ونجي على الجزائر بكثرة تقريبا كل أسبوع موجود. بارك الله فيهم السلطات الجزائرية في القرار اللي خذوها حكم السلع والكل. أنا الحق مانيش تاجر، ما تبقينا لمرة لقيت مشكل مع الدرك، لمرة لقيت مشكل مع الديوانة، لمرة لقيت مشكل مع الشرطة. بالعكس ناس تأمنك بأتم معنى الكلمة. ديرنيير مو صارت لي كانت مرض في الجزائر، الحق كانوا ألمواتي مرتي تسوق وهما قدامها، لين وصلت للمستشفى قاموا بالإجراءات الكل بارك الله فيهم، نحترمهم برشا. قرار رئيس الجمهورية الجزائرية نعتبره حاجة إن إكستراوردينير، باسكو قبل كانت عندنا مشكلة حتى في المغازات كي نجيو نقضيو حاجة يقولوا لنا لا راهي الحاجة هذيك ممنوعة لينا راهي كذا، تو الحق نهزوا في كل شيء من غير حتى قلق، ما عدا المواد المدعمة، وهذه شيء معناتها نحترمه خاطر بكل مصداقية يضر باقتصاد البلاد، وإحنا ما نرضاو الشيء هذا الأخوة الجزائريين. صحيح. وإن شاء الله نقعدوا خوا خوا كما يقولوا فيها. إن شاء الله. عسلامة، يعطي الصحة الرئيس، نشكره شكر خاص، نشكر الجمارك والديوانة، هي نقولوا لها في تونس الديوانة، الشرطة، الحرس، نشكرهم شكر خاص، نمشي ونجي توا، نمشي لمحلة سياحة ديما سياحة. تعجبني الجزائر، تعجبني حتى التصرفات نتاعهم، فيه الباهي وفيه الخايب، اما يحبونا نحبوا بعضنا. انا رجلي درني المعصرت له وعكه صحيه، وقفوا معايا ما سلموش فيا، وصلوني للسبيطار ما سلموش فيا لين خرجوا، وكان جيت نعرف اساميهم راني شكرتهم زاده. نشكر بصفه عامه شكر خاص للي يخدموا يعطيهم الصحه، سوى ديوان الجمارك سوى الشرطة سوى الدرك، يعطيهم الصحة ربي يعينهم. خدمتها ما هي سهلة صعيبة، نجي ديما سياحة، أما يعطيهم الصحة. إلهام عجيلي تونسية وأصلي من القصرين، ودخلت اليوم صباح لتبسة وخرجت من تبسة، ومرتين دخلت الجزائر قبل، أما اليوم خير برشا من القرار اللي تاخذه سيد الرئيس، نشكروه برشا. ونحن رانا خاوة كي تونس كي الجزائر، ما فماش حتى كيما هما يجوا يفرحوا بينا، حتى نحن اليوم كي دخلنا فرحوا بينا برشا، ونشكروا ديوانة الجزائرية نشكر برشا سيد الرئيس على القرار اللي اتخذه. أنا فرحانة بالقرار نتاع سيد رئيس الجزائر سي تبون بالقرار هذا، والتوينسة الكل أكيد فرحانين به، على خاطر التوينسة والجزائريين الكل هم عائلة واحدة، ومن ناحية الخدمة من ناحية الفامي من ناحية كل شيء سي نورمال باش الناس الكل تفرح به. بالنسبة للرئيس الجزائري يرحم والديه كلمة طيبة، وحب يصلح بين الشعبين التونسي والجزائري، حاجة تفرح برشا. وكي نمشوا ندخلوا الجزائر ندخلوا مطمئنين، ندخلوا مرتاحين، يعني كما نقولوا ما كانش مشكل، يعني كي يدخل واحد يدخل كانه داخل البلد الثاني الجزائر. ولا ما بالنسبة للرئيس تاعكم راهو قال كلمة حق، وهذيك نحبوا تكون الدولة الجزائرية والدولة التونسية شعب واحد، ما يفرق بيناتنا حتى شيء، لا صحافة ولا حتى حاجة، نحن ديما نبقوا خيوة. وحتى أكثر وقعت راهي مشي الناس كل، يعني نحكم على الشعب الكل، يعني اللي هو راهو شعب يعني يغلط نفس الغلطة، غلط واحد من ما تحملوهاش الشعب كامل، فهمت؟ عم بالك اللي نحن الشعب التونسي الشعب الجزائري من استقلاله، هي نحن رانا شعب واحد ودولة واحدة، وما كانش ديفيرونس بين تونسي ولا جزائري ولا رانا دولة واحدة.
بارك الله بكم. قرار الرئيس راهو باهي واستقبلتونا استقبال باهي، وتحيا الجزائر. قرار باهي وتسهيلات لقيناها في الشرطه في الديوانه، بارك الله فيكم. ما كلمنيش، استقبال باهي حار.